مرحبا أيها الأصدقاء، أنا طالبة في السنة الثالثة في قسم الإدارة اللوجستية. تأسست إدارة الخدمات اللوجستية في 28 يناير في 2013، يهدف إلى تدريب الطلاب الذين قد تكون هناك حاجة إليهم في كل مجال من مجالات الأنشطة اللوجستية، ولديهم معرفة متقدمة ويمكنهم فهم المشكلات اللوجستية وتحليل وإنتاج الحلول. بالإضافة إلى ذلك، يهدفون إلى تدريب الطلاب في مركز أساسي ومرموق في أنشطة مثل التخزين والشراء. يأخذ قسم الإدارة اللوجستية العديد من الدورات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال التجارية وإدارة المستودعات وإدارة النقل واللوائح والتجارة الدولية وأنظمة المعلومات اللوجستية خلال التعليم الجامعي. يقوم طلاب الإدارة اللوجستية بتدريب إلزامي أثناء العمل في فصل الربيع وفي الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة. يوفر مدير الأعمال تدريباً توجيهياً للطلاب، ما يمكنهم من التكيف بشكل أفضل مع عملية الأعمال. لديهم فرصة للعمل 5 أو 6 أيام في الأسبوع لمدة 3 أشهر على 3 مراحل، بحيث لا يتجاوز وقت العمل اليومي 7.5 ساعات. يعمل الطلاب الذين تخرجوا من قسم الإدارة اللوجستية في قسمنا في الخدمات اللوجستية البرية والجوية والبحرية في المستودعات أو المصانع في كل من المجالات المحلية والدولية، مثل إدارة الأسطول وإدارة المخزون والمشتريات والتخطيط الإنتاج وخدمات التوزيع وخدمة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بالتدريس في قسم الإدارة اللوجستية في المدارس الثانوية المهنية.